منتخب الأرجنتين اللي بتضم مصر وإسبانيا وأستراليا في أولمبياد طوكيو؟ Lo veo un grupo difícil أنا شايف إن como دي مجموعة todos صعبة جدا، todos los grupos لا كبقية cada المجموعات، يمكن أكتر cada من grupo بقية المجموعات كمان، su potencial sus selecciones donde طبعا cada لقوة uno الفرق tiene su بتاعته، buen لأن nivel كل y فرقة من الفرق creo ديت que فيها لعيبة tanto para كويسين nosotros جدا، como para Egipto para España para Australia كل الفرق حتى va a ser استراليا un grupo كمان كلها muy فرق difícil بتهدف pero bueno للفوز hay que وكلها competir فرق hay que صعبة، jugar hay que prepararse de la mejor لكن manera y كل al فرقة final لازم تنافس veremos ولازم تلعب quiénes كويس son قوي aquellos لحد ما lo إن que شاء puedan الله superar وكل la واحد fase de يظهر grupo. أفضل ما عنده لحد ما يكسب الماتش إن شاء الله. البعض مستر فرناندو سمى المجموعة مجموعة الموت، هل تتفق مع هذا المسمى أم تصفها باسم آخر زي ما البعض سماها مجموعة الأحلام بالنظر لأن هي ممكن تضم محمد صلاح، ممكن تضم ليونيل ميسي من الأرجنتين، ممكن تضم سيرخيو راموس من إسبانيا، No, a إيه ver, مسمى المجموعة من وجهة نظرك؟ cada uno le pone el nombre que quiere. Para كده mí كل es un واحد يحط grupo الاسم اللي هو donde عايزه، hay cuatro selecciones في que اربع van a فرق tener بتتنافس، اربع primero منتخبات بتتفرق مع competir بعض para lograr ديهم، la fase de grupo para كل pasar después ya a la etapa اول final. حاجه كلنا هنلعب عشان نعدي من Vuelvo a المجموعه repetir lo que te الاولى dije antes. يعني من الدور Hoy el الاول، fútbol es muy parejo. ولان كل تقريبا Hay que مستوى prepararse الفرق bien, ya no كلهم hay قريبين partidos من بعض، fáciles en el لازم fútbol de نجهز selección بعضنا كويس جدا y ya te وكل digo, فريق يحضر el نفسه nombre كويس después جدا pongan el nombre للماتش، que quieran. وكل Creo واحد que طبعا cada يحط ganador الاسم اللي sabe هو عايزه، الاسم اللي هو شايفه، que es un, como dije antes, un grupo difícil, pero bueno, cada uno بس انا فعلا supondrá شايف ان هي para مجموعه صعبه فعلا. pasar la fase واهم a حاجه، siguiente ronda, ¿no? اهم حاجه اللي هي اول مجموعه، اول دور، اول يعني مجموعه نعديها ونتأهل للدور اللي بعديه ان شاء الله، اول دور يعني. تعرف ايه عن منافسيك؟ تعرف ايه عن منتخب اسبانيا اللي في تصريحات اعلاميه ذكرت انه المرشح او المنافس الاقوى في المجموعه؟ عن منتخب مصر اللي بنكلمك منه دلوقتي من مصر، تعرف ايه عن منافسيك وطبعا منتخب استراليا؟ A ver, hoy todos los طبعا entrenadores tenemos la كل posibilidad المدربين طبعا de ver mucho, de عندنا ver todo. إمكانيات إن احنا نشوف Entonces كل sabemos الفرق que المشتركة primero si ونعرف lograron ندرسهم كويس la قوي، clasificación a los Juegos Olímpicos porque وطبعا واحنا algo خدنا bueno كلنا están haciendo y algo التصفيات bueno hicieron. وشوفنا Así مستويات que الفرق عامل ازاي todo lo que uno والمنتخبات، pueda ver فكل desde واحد el lado طبعا deportivo lo بيقدر analiza junto a su يبص cuerpo من الناحية técnico, الرياضية ومن الناحية الفنية conoce la ومن fortaleza ناحية que tiene الإعداد cada البدني selección. Las debilidades que uno puede ونقاط llegar a الضعف اللي encontrar موجودة para في كل poder tener la فريق estrategia بيدرسها para cada كويس قوي partido. علشان يعرف Pero para يستغلها، mí, لكن creo بالنسبة لي que أنا que شخصيا si hoy están en los Juegos لو احنا Olímpicos, بنلعب tanto España, Egipto y Australia, في es porque الأولمبياد hicieron مع las cosas إسبانيا muy ومع bien الأرجنتين ومصر en la ronda وأستراليا، clasificatoria. Por eso, desde mi lado, todo el respeto hacia toda بالنسبة la لي selección. أنا بحترم كل الفرق المشاركة وبعملها اعتبار كويس.